تشديد ديال المقتضيات ديال منع التعدد ديال الزوجات. التعدد موجود في النص القرآني طيب، ولكن كنعرفوا بأنه صبحت الوضعية صعبة ورجعت اللور. حنا كنقولوا نشددوا حسب ما أعلم، وأنا ما كنقدمش راسي بأنني أنا مسلم وماشي فقيه، ولكن مسلم. إن كاين اللي يمكن يعاوتاني يمشي في شي اتجاه آخر، وكان أدي ما واجب ما يجب أنني نأديه، ولكن حسب ما أعلم هو أنه اعدلوا يعني سويوا. إوا غير يقنعني شي حد بأنه فعلا كاين مساواة على هذا المستوى. خليني دابا ما نقولش حتى الشيء الاخر، ما نقولش الا بغاو يأولوا، راه موجود حتى الجواب على هذا الشيء في النص القرآني كما قال القاعة ولا نستطيع. دونك عمليا ها هي امور اللي يمكن نناقشوها، واللي هي احترام للمرأة وللرجل وتكريس للأسرة. الأسرة كقيمة كينشدوها كثير هذه الأوساط. الأسرة هو الأسرة هي هذه، الأسرة هي أنك تحفظها في مكوناتها رجل وامرأة، ماشي الرجل لا حقوق والمرأة ما عندهاش حقوق. كان ذلك في وقت ما ربما، لكن تطورت هذه الأوضاع. تدبير الأموال الناشئة أثناء الـ أثناء الـ أثناء الـ الزواج واقع تطور. اليوم المرأة كتخدم، في غالبية الأحوال المرأة كتخدم حتى في العالم القروي حتى في العالم الجبلي، كتساهم ولا ما ساهمتش بشكل مباشر في الدخل، كتساهم في الأعمال المنزلية وكتساهم في تربية الناشئة وكتساهم في واحد عدد ديال الأمور. يعني ممكن أننا كذلك على هذا المستوى بلا ما نخرق وبلا ما نكونوا كنعصيوا على الإسلام ولا كنخرجوا على الدين ولا شيء أمور من هذا النوع، يمكن أن نصل إلى ذلك. التوحيد ديال المساطير ديال الطلاق والتطليق، ياك حنا كنقولوا في الدستور كاين المساواة. إيوا المرأة والراجل إلا مشاو للطلاق يكون عندهم نفس المساطير ونفس الإمكانيات أنهم يولجوا لهذا الشيء هذا. نفسها، ما كاينش هذا الشيء اليوم. ممكن أننا نوصلوا لهذا الأمر. الإصلاح ديال المؤسسة ديال الصلح، ما كاينش مؤسسة ديال الصلح في تخيسامب، ما كاينش. كاين مؤسسة ديال الصلح في الأوراق، ما كاينش. لو بروسيسوس دو كونسيلياسيون اللي منصوص عليه في عدد ديال القوانين الأخرى وعندنا كذلك، ما كاينش. كاينش، كاين مؤسسة تقال أنها مؤسسة ديال الصلح لكن ما كتلعب أي دور، وما كثيرا ما يتم تجاوزها. تحصين ديال الحق ديال الأم في الحضانة على أبنائها بشكل أساسي. الولاية، واش يستصاغ اليوم أننا في الدستور في 2022 الولاية الشرعية ما تكونش بالتساوي بين الرجل والمرأة على الأطفال؟ نفس المقاربة في المدرسة، في الباسبور، في السفر، في ما عرفتاش. يعني كيف مغرب 2022 اللي يستصاغ أننا باقي نشتروا هذه الأمور؟ الانفتاح للتقدم العلمي بالنسبة للدين، بالنسبة للنسب بشكل إلزامي. وبالطبع ما غنتكلمش على كل شيء، إثبات ديال الزواج والمسألة ديال ثبوت الزوجية اللي باقا موجودة، شي حاجة اللي غريبة من حيث المنطق ديالها. ربما قبل كان هذا الشيء يمكن يتفهم، لكن اليوم كاين محاكم وكاين كل ما هو تحديثي الذي وقع. إلا سمحتي غير هذه نساليها. والقضية ديال الإرث، نعم، لأن من دون شك أنكم تنتظرون ذلك. مربط الفارس، حنا في حزب التقدم الاشتراكية غنعاود نقول لكم سمحوا لي على التعبير، ما كنشيروش بالحجر. سعينا أنا شخصيا وعدد من المناضلين ديال الحزب والحزب، بما لا يعني أن كل شيء في الحزب مقتنع 100%، فإحنا عندنا شوية ديال، ولكن الحزب كحزب نعتبر بأنه في الأفق
مسألة المساواة المطلقة يتعين أن نصل إليها في يوم ما بالنسبة للإرث. لكن على الأقل اليوم شنو كيمنع بلا ما نخرقوا ولا بلا ما نكونوا في مواجهة ديال أي نص قرآني قطعي، شنو كيمنع اليوم أن التعصيب يتحذف؟ ما موجودش في القرآن، كاينش آية قرآنية تنص على التعصيب، كاين اجتهادات التي وقعت وكاين اجتهادات مضادة، بحيث أن هناك بلدان إسلامية اليوم ما كتطبقش التعصيب وبلدان إسلامية أخرى كتطبق التعصيب. ما نقولوا هذوك ماشي مسلمين، إذن كاين هذه الإمكانية. ثم مسألة ديال الوصية، عدد من الناس كيقولوا بأنه عبر ذلك في هذا العالم الحديث يمكن أن نعطي قيمة أقوى للوصية وفضاء أوسع، وأن نحمي الوصية من الطعن القضائي الذي يفضي في كثير من الأحيان إلى إبطالها. هل أقل هذه الأمور؟ أنتم ما شفتوا، ما هضرناش هذيك الشيء الآخر، أنا ما هضرتش، راه كاين اللي غيوخذني في هذه القاعة، ولكن أنا هو الأمين العام، وبالتالي وبالتالي هذا غير البسط، لأن واخا أمين عام ما كنديروش ما بغينا احنا في هذا الحزب. فبالتالي إلى استطعنا نحققوا هذا الشيء اللي ذكرته، وربما قضايا أخرى يمكن نناقشها وستريد في المذكرة اللي غنطرحوها قريبا، وتكون مناسبة باش ننظموا حولها واحد اللقاء مع الإعلام. أعتقد أنه هذا الشيء اللي قلته ما كيستدعيش أن شي حد يضربني بالحجر ولا يخرجني من الإسلام ولا يعتبر بأنه عمل الله شنو قلنا. فأعود لأقول الله يخليكم، خليونا نناقشوا في ظروف إيجابية. إذا أخذ صاحب الجلالة المبادرة من أجل أن يتم معالجة مجموعة من الاختلالات التي تشوب المدونة الحالية، معنى ذلك أن كاين مشكل، إذن ما نفشلوش هذا الورش هذا من خلال الخروج منه بشي حاجة طفيفة أمور جزئية التي لا ترتقي إلى ما يمكن أن يطمح إليه المجتمع المغربي وإلى هذا الطموح ديال المساواة اللي هو طموح مشروع واللي ما يمكنش أبدا. وحنا في طبع حيث تقدم الشركية كنعتبروا بأنما الرجل والمرأة خاصهم يتمتعوا بالمساواة المطلقة على